وكنودعوا اخ وصديق ديالنا وصديق ديال الجميع سي سعيد بوحاجب، رجل طيب طيب خلق الله، رجل اللي كان سخر الحياه ديالو للرياضه وخدمه الرياضيين. حتى هو اصيب بهذا الوباء اللعين، مسكين تقريبا واحد 3 اسابيع هو يعاني مسكين في صمت، حتى رحل عنا بصمت. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته وان يسكنه فسيح جناته. هذا قضاء الله سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه، لله وانا اليه راجعون. سي سعيد بوحاجب الله يرحمه ويسهل ليه، عطى الرياضه كثير والرياضه ما عطاته والو، مسكين الله يرحمه ويغفر ليه. وكان الاب ديالنا والاخ ديالنا والاب الحنون، كان معنا في الجمعيه زعما نعم الكلمه نعم الرجل ونعم الصداقه في هذاك السيد. وتنطلبوا من الله عز وجل ترحمه وتغفر ليه في هذه الساعه وتبتوا عند السؤال. وشكرا. سي بوحاجب انسان طيب جميل خلوق، كيبغي الخير وكيجري في الخير، كان كبير كبير بزاف بزاف وما يتنساش، والانسان اللي ما شفنا منه الا الخير. والجنازه ديالو راه الحمد لله شفتوا الناس اللي جايين، هو طيب والناس اللي جاو مع كاع كلهم طيبين وكيحبوه وكيبغيهم كما كيبغي الخير. الله الله تنطلبوا ليه الله يرحمه، هادشي اللي نطلبوا ليه الله الرحمه والمغفره، الله يثبتو على السؤال. هادشي اللي نقولوا سي بوحاجب بغى يبقى ديما في الذاكره عندنا وما يتنساش. تنطلبوا من الله تعالى الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين ويبعد عنا هذا الوباء يا ربي. وشكرا.